حياتك اختيارات بدأت بإدراك ثم قرار، قرر تكون، قرر تبدأ اللحظة دي. هكلمك النهاردة عن تمرين المتوازي وازاي تقدر تاخد الاستفادة الكاملة من التمرين ده وتتجنب الإصابات. أول حاجة وضع الإيد، معصم الإيد بيكون مستقيم بقدر الإمكان عشان تتفادى الإصابات والآلام اللي بتحصل في المنطقة دي. الكتف بيكون لتحت أو عامل ديبريشن، والصدر بيكون مرفوع، والرقبة في وضعية مستقيمة تقريبا، والكوع هيكون باصص لورا مش لبره. تاني حاجة المدى الحركي، والمدى الحركي هنا إنك تنزل عن 90 درجة بحاجة بسيطة، والجسم هيكون بينزل بميل شوية على قدام، ولو عندك مرونة كافية في مفصل الكتف ممكن تنزل عن كده. ومن أشهر الأخطاء إنك بتخلي كتافك قريبة من ودنك، أو إن ظهرك يكون منحني من البداية وصدرك مش مرفوع، أو إن كوعك يغير اتجاهه ويبص للجنب أو لبره. وحاول تتجنب نص المدى الحركي. تالت حاجة المايند ماسلز كونكشن، ودي من أهم عوامل تمرين المتوازي، إنك تكون متحكم قوي في العضلات والمفاصل. والعضلات اللي بيشتغل عليها التمرين ده الترايسبس والصدر والكتف بشكل أساسي، مع عضلات بسيطة من أعلى الظهر. رابع حاجة المستويات، لو انت عندك إدراك بكل اللي فات ولسه مش قادر تأدي التمرين ده فلازم تشتغل على مستويات أقل من كده، زي البنش دبس أو أسست الدبس بقستك مقاومة أو إنك تعمل الحركة النيجاتيف بس بإنك تنط أو تطلع على مستوى أعلى وتبدأ تتحكم بالراحة في حركة النزول. ولو اتمكنت من التمرين ده فانت ممكن تزود الحمل بانك تزود اوزان او تشتغل على الستريت بار دبس. وفي الاخر كل حاجة بتيجي بالتدريب، ما تستعجلش على اي خطوة قبل التانية، وكالعادة بالالتزام والاستمرارية والصبر هتوصل لهدفك باذن الله. ادعمني بلايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في كومنت تحت، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقات الجديدة كل اسبوع. انا حمدي جودة، الله حافظ.